السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية والعالمية والمواقع الإلكترونية. نبدأ مع صحيفة الأيام ونقرأ بأن اللجنة الأولمبية البحرينية وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع الأكاديمية الأولمبية الدولية، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وتنص الاتفاقية الأولى من نوعها على تعزيز التعاون بين الأكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية البحرينية والأكاديمية الأولمبية الدولية التابعة للجنة الأولمبية الدولية عبر تبادل الخبرات والاستعانة بالمحاضرين من الأكاديمية الأولمبية الدولية لتقديم عدة برامج ودورات تدريبية في المملكة وفتح المجال أمام عدد من الدارسين البحرينيين لدراسة الماجستير الأولمبي الذي تقدمه الأكاديمية الأولمبية الدولية. نقلت صحيفة البلاد عن مجلة أوكسفورد بزنس جروب البريطانية لقاء صحفي أجرته مع معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حول ما تضمنه تقرير مملكة البحرين السنوية للعام 2023 الذي يشمل تحليلا معمقا حول جهود مملكة البحرين في التنويع الاستثماري والمزايا التنافسية المبذولة في تنويع الاستثمار واستقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين للمساهمة في توسعة آفاق القطاع الاقتصادي في البحرين. نقرأ من صحيفة الأيام أن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية شهد تدشين مشروع المدن الصحية في محافظة العاصمة. وأكد معالي الوزير على المبادرات التي أطلقتها محافظة العاصمة في إطار دورها ومسؤولياتها، منوها إلى أن تطبيق مشروع المدن الصحية في كافة مناطق المحافظة يسهم في تحقيق تنمية مستدامة. وأشار إلى أن العاصمة محط أنظار العالم وتعمل على استدامة البرامج التطويرية لتشمل كافة القطاعات السياحية والاجتماعية والاعتماد على استخدام الأنظمة الذكية خاصة في مجال الأمن. من صحيفة الوطن نطالع أن نائب محافظة المحرق العميد عبد الله خليفة الجيران أكد أن المناسبات الدينية تعكس التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي، وتؤكد على التنسيق الدائم بين الجهات الرسمية وكافة المواطنين بما يحقق مبدأ الشراكة الفعلية والدائمة. واستأنفت محافظة المحرق زيارة المآتم والحسينيات الواقعة في نطاق المحافظة عبر برنامج زمني بدأ قبل شهر محرم باجتماع المحافظ ونائب المحافظ برؤساء المآتم، حيث اطلع نائب المحافظ خلال الزيارة على الجهود التنظيمية خاصة فيما يتعلق بوسائل السلامة والصحة العامة والترتيبات المرورية وضمان تطبيق الإجراءات والالتزام بخط سير مواكب العزاء، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات الخاصة بإنجاح هذه المناسبة. نشرت صحيفة الوطن مقالا للكاتبة سوسن الشاعر حمل عنوان جدية الدولة شكرا للوطنيين، فإلى سطور المقال.
شكرا لجميع المتعاونين في موسم عاشوراء الذين أثبتوا وطنيتهم وحرصهم على بلدهم، وشكرا للدولة، وشكرا لمعالي وزير الداخلية الذي باجتماعه وكلماته نجح في جعل الجميع يشعرون بقدر المسؤولية المناطة بهم، والتي يجب أن تتساوى بقدر الجهد المبذول من جانب الدولة لتسهيل ممارسة حريتهم الدينية. فتصوير الجدية والحزم والوضوح على أنها تقييد وقمع واضطهاد لم يعد ينفع ولم يعد يجدي ولا يجد آذانا صاغية، ولم تعد خدعة يسهل تمريرها، خاصة وأن ما ينفي ذلك هي حقيقة يتعاطى معها الجميع على أرض الواقع بما تقدمه الدولة من احتياجات موسم عاشوراء من أمن وسهولة تيسير واستنفار من المؤسسات الطبية والمرورية والأمنية. وستبقى البحرين بلد الأمن والأمان والتسامح والتعايش السلمي، ويبقى أهل البحرين بجميع طوائفهم في وحدة وانسجام تحت راية الوطن. نقلت صحيفة أخبار الخليج أن الأمانة العامة للتظلمات أكدت أن إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في منطقة جو تتعامل مع مسألة حرية الشعائر الدينية للنزلاء بحسب ما نص عليه قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل لتمكين النزلاء من ممارسة هذه الشعائر بشكل يتوازن مع متطلبات فرض الأمن في المكان وبما يضمن سلامة وراحة كافة النزلاء. جاء ذلك خلال ختام جولة تفقدية قام بها فريق من الأمانة العامة للتظلمات لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء، وذلك للإطلاع على الإجراءات التنسيقية والترتيبات التي قامت بها إدارة المركز لتمكين النزلاء من ممارسة الشعائر الدينية المتعلقة بموسم عاشوراء. وفي الشأن الرياضي، نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن منتخبنا الوطني للناشئين لكرة السلة يستهل مشواره في البطولة الخليجية والمؤهلة لتصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً في نسختها 17 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في الفترة من 25 حتى 30 من يوليو الجاري بمواجهة نظيره المنتخب القطري، وذلك في الساعة 5 من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مملكة البحرين، فيما يلتقي المنتخب السعودي المستضيف بنظيره الكويتي عند 7، وتقام جميع مباريات البطولة على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. وإلى قراءة لأخبار الصحف الخليجية والعربية والعالمية، ونبدأ مع صحيفة السبق السعودية ونقرأ أن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي شارك أمس في القمة السنوية الرابعة لمجلس الشراكات الأوروبي حول إفريقيا والشرق الأوسط التي انطلقت في مدينة روما. وأكد معالي الأمين العام في كلمة له أن دول المجلس من أوائل الدول التي استجابت للنداءات الإنسانية الدولية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال الدعم المباشر أو من خلال المنظمات والوكالات الدولية، مشيرا معالي إلى أن القضايا ذات الصلة بالأمن الغذائي تمثل أولوية قصوى لقادة دول مجلس التعاون، إضافة إلى مساهمتها في عدد من المشاريع والمساعدات الإنسانية في إفريقيا وآسيا لمواجهة الفقر ونقص الغذاء. وفي نفس السياق، نقرأ من صحيفة الاقتصادية السعودية أن الأمم المتحدة افتتحت أمس قمة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء بمنظمة الفاو في العاصمة الإيطالية روما بهدف معالجة القصور في نظام الغذاء في العالم وسط تزايد عدد من يعانون من المجاعة. وقال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن غياب الاستثمار في أنظمة غذائية أكثر إنتاجية واستدامة يكلف العالم 12 تريليون دولار سنويا. كما دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته الافتتاحية إلى تخصيص 500 مليار دولار سنويا على الأقل لمساعدة البلدان النامية على القيام باستثمارات طويلة الأجل لنظم غذائية أفضل.
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مقتل ما لا يقل عن 34 شخصاً بسبب حرائق الغابات العنيفة التي تشهدها الجزائر، وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة البلاد الجزائرية اندلاع حرائق كبيرة في العديد من الولايات والمناطق بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد مؤخراً، حيث تعدت الحرارة 48 درجة. إلى صحيفة الغد الأردنية، ونتوقف عند خبر التغيير الذي طرأ اليوم على اسم وشعار منصة التواصل الاجتماعي تويتر، ونقرأ أن الملياردير الأمريكي ومالك منصة تويتر إيلون ماسك استبدل شعار واسم منصة تويتر التي يملكها بالحرف إكس، فبدلاً من الذهاب إلى موقع twitter.com بات الرابط x.com. لماذا اختار إيلون ماسك حرف إكس كاسم جديد لتويتر؟ تقول صحيفة الغد إن اختياره لx.com بسبب أنه كان رابطاً لموقع إلكتروني لبنك على الإنترنت شارك إيلون ماسك في تأسيسه قبل بيع حصته وتحويل اسم الشركة إلى PayPal الشهيرة. ويقول المقربون من ماسك إن بيعه الشركة كان من أكثر الأمور التي ندم عليها، ومنذ وقتها يطارده حلماً بتأسيس أمر مشابه. وبعد استحواذه على تويتر اعتبرها ماسك فرصة لإنشاء التطبيق إكس. تمكن فريق من الباحثين في جامعة ولاية أريزونا من تطوير أول روبوت يتنفس ويتعرق ويتزلج ويرتجف في درجات حرارة مختلفة مثل البشر، ويمكن للروبوت الجديد الذي أطلق عليه اسم أندي التعامل مع درجات الحرارة العالية والمنخفضة والمتغيرة بفضل نظام تبريد متطور. التفاصيل كاملة مع هذا الفيديو من صحيفة الخليج الإماراتية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.